امبارحه بنزلوا النتائج بتفاجئ اني انا رسبان، مع العلم انه الشاب اللي كان واقف وراي واللي غش مني نجح. وفي اشخاص حتى ما عرفت تكتب، ما بتعرف تقرا وتكتب، نجحت. اجتنا اسئله صعبه من برا المنهاج، اجتنا اسئله ما لها حل بالاتمته. بعد انتظار شهر ونص بنتفاجئ انه النتيجه بس ناجح او راسب. لو بنعرف حالنا ما لنا دارسين ما كنا جينا وطالبنا بحقنا. انا طالب محمد كنو من مدينه عزاز. امبارحه بنزلوا النتائج بتفاجئ اني انا رسبان، مع العلم انه الشاب اللي كان واقف وراي واللي غش مني نجح، وبتصل فيني بيعزمني انه نجح الشاب. وفي كثير من الشباب انا اللي بعرفهم لا بعرف لا بيقرا ولا بيكتب ونجح، وفي اسماء وبعرفهم انا ويعني صارت هزلت. قدمت امتحان الثانويه العامه عند المدارس المحليه وطلعت نتيجتي رسوب، والحمد لله مضيعين الاوراق، يعني ما عرفوا يحطوا علامات، حاطين علامات من عندهم. وفي اشخاص حتى ما عرفت تكتب، ما بتعرف تقرا وتكتب، نجحت. والاشخاص اللي مستواها فوق 90% رسبت. برايك ليش هالكميه الهائله من الرسوب اللي صارت؟ بسبب ضياع اوراق الامتحان، اوراق الاجوبه، وحطوا علامات من عندهم، وتغييب العلامات بيدل على هالشيء. هذا صار لي مقطوع عن التعليم 10 سنين، فقدمنا دوره وسجلنا وكذا وقدمنا امتحانات، مع شنو انا تعبت وصرت وكذا بعرف شو كاتب يعني، وسجلت معاهد وكذا، وكل ما بطلع من الامتحان كنت بقارن الاسئله اللي كاتبها وكل الاجوبه صحيحه يعني. فتفاجأت امبارحه انه فتت على الرابط حطيت على اسمي وانه راسب. اجتنا اسئله صعبه من برا المنهاج، اجتنا اسئله ما لها حل بالاتمته، صار ضغط كبير على الطلاب بالنسبه لشو اسمه الطلاب اللي درسوا السنه كامله. طبعا نحن طلاب احرار طبعا مننا، بس بالنسبه للطلاب اللي درسوا السنه كلها ما حسنوا يجيبوا معدل ينجحوا فيه، مو بس معدل اللي جمعوا فيه ينجحوا فيه ما حسنوا يجيبوا. امبارح بنتفاجئ بعثوا لنا الرابط بعد انتظار شهر ونص، اليوم بنتفاجئ امبارح بنتفاجئ انه النتيجه بس ناجح او راسب. نحن اليوم جينا لهون عند التربيه مشان نوقف وقفه احتجاجيه، انه بعد انتظار شهر ونص بنتفاجئ. انا اليوم كطالب تعبت على حالي ودرست كثير وما نمت الليالي وسرت الليالي كرمال ادرس وانجح وبدي احقق هدفي، بتفاجئ امبارح بتطلع نتيجتي انه انا طالب راسب. وبالعلم مع انه تعبت على حالي ماكن، ورغم كل هالشيء بتفاجئ انه انا راسب. فمن طالب التربيه انه تعيد تصحيح العلامات ويعيدوا لنا هالشيء هذا. انا طالبه بكالوريا جيت لهون على عزاز لحتى ادرس وانجح، قدمت هون امتحان على التركي بس رسبونا، نسبة الرسوب كانت كثير كبيرة. نحن درسنا وتعبنا بس طلع دراستنا على الفاضي لأنه العلامات ما تصلحت، الأسئلة ضاعت وصاروا يحطوا لنا علامات من عندهم، علامات وهمية، صاروا ما نجحوهم، والدرس والتعب وسهر طول الليل رسبوهم، حرام هذا الظلم، نحن جايين طالب حقنا، لو بنعرف حالنا ما لنا دارسين ما كنا جينا وطالبنا بحقنا.